Gaziantep'te meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammed Abdülkadir Esen ölümlerinin ikinci yıl dönümünde mezarları başında Kur'an-ı Kerim tilavati ve dualarla anıldı. أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ فيه العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم كل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون.